حذر المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حذر من التداعيات الخطيرة جراء تعمد الجيش الإسرائيلي منع توريد الوقود للمستشفى، واصفا ذلك بالاستراتيجية التي تندرج في إطار الضغط على الكوادر الطبية والقطاع الصحي المتهالك أصلا في قطاع غزة. مستشفيات محافظة رفح معظمها خرجت الخدمة الصحية، ولم يبقى هناك سوى بعض النقاط البسيطة من المستشفيات الميدانية، وهذا شكل خطر كبير على حياة المصابين، لأن المستشفيات لا تستطيع أن تقوم باستقبال مثل هذه الأعداد والتعامل معهم، خاصة أن الإصابات التي وصلت إليهم إصابات خطيرة جدا، ولا يوجد هناك أدوية ومستلزمات طبية كافية لإنقاذ حياة هؤلاء المصابين. جيش الاحتلال ما زال يمنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة ومن ضمنها مستشفى شهداء الأقصى، ومستمر في سياسة التنقيط للوقود إلى هذا المشفى، وإذا لا سمح الله منع وصول الوقود بشكل كافي إلى مستشفيات قطاع غزة ومستشفى شهداء الأقصى سيؤثر بشكل كبير وخطورة بالغة على حياة المرضى والمصابين، وخاصة المرضى الملومون في قسم العناية المكثفة والحضانة والكلية الصناعية والعمليات والاستقبال. حقيقة في حال استمرار إغلاق معبر رفح البري، هؤلاء المرضى في حال خطر شديد، وبين قوسين موت بطيء، يعني بعض المرضى مسألة أيام، بعضهم مسألة شهور، وبعضهم مسألة ساعات. خلينا نقول في حال أنه استمر إغلاق المعبر، هذه يعني كارثة إنسانية على العالم، بل على قطاع غزة، بل على العالم أجمع، كارثة إنسانية كبيرة.